It's that Zach Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة جو. الحلقة دي نتكلم فيها عن الصراحة ما أعرفش، بس هو قول فلوج ده في البيت. يعني زي ما انتوا شايفين دي الغرفة بتاعتي، دي المملكة بتاعتي. فبص يا جدعان، هنا في سرير، ده سريري أنا أو ده، وده سرير أختي. لا ما نكونش ضعف ده. طبعا انا بدات ارسم بالالوان، رسمت خريطه ابو قير دي، جبت شويه مناديل حطيتهم مع بعض، جبت المكوه والميه، يعني عملوا لي ورق البردي ده، قعدت ارسم عليه. والله العظيم والله العظيم فكره حلوه. ودي واحده تانية يعني، بس دي طبعا انا راحت في داهيه خلاص. بص يا جدعان اهي، خلاص اهي رسمة عفنة، بس يلا ماشي. هي الحلوة بتاعت ابو قير دي، وهرسم في ظهرها وردة. طبعا يا جدعان دي الوان المايه اللي انا برسم بيها. هي فين الفرشة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الفرشة ضاعت يا لهوتي، الفرشة ضاعت ابو يعني. فين الفرشة يا ولاد الكلب؟ ام الجن ده، الجن ده بيبقى قاعد في الاوضه كده يقعد يخبي الحاجه. استغفر الله العظيم. يلا يا جن يا ابني، يا جدعان كانت هنا يا جدعان. لا يا جدعان، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده الجراب بتاع التليفون، اتمنى يكون التصوير واضح. واضح خلاص، اتمنى. عموما يا جدعان انا بفكر يا جدعان انا دلوقتي اهي اهي اهي، اكبر الفرشه يا جدعان. بص اهي اهي الفرشة دي اهي اهي. دي الفرشة اللي انا برسم بيها ان شاء الله، بالصلاة على النبي كده كمان اطلع لكم. يا جدعان يا جدعان ان شاء الله اهو هنرسم. 3 2 1 جو اهو يا جدعان. بصوا يا جدعان، احنا حاليا هنرسم، بس هنرسم ايه؟ هنرسم وردة. بصوا شايفين دي كده الخريطة دي، نقلب ونرسم وردة ورا هنا كده، بالصلاة على النبي كده. هنصور تصوير كمان، 1 2 3. طبعا الفيديو هيكون مسرع ها عشان الوقت يعني. حضرة ناس على مبدأه، ما بخافش الموت عشان نصيب مجنون جوايا، لازم اغيب في جد اخلاوي. الحضرة دي ارض بيت ودار، اصحوا لنا خلي في انفجار، من غير تجريد وضرب نار، ثورة جتموت من جبل الحضرة. اصحى بيت الدولة الجرحى، قولي ليه الفرحة الكبرى؟ يلا ايه هي مع الجبروت؟ الدنيا دي ماشية بالدراع، وفي قلب الشر في الدفاع، عايشين على دنيا الخداع، في قلوبنا جراح، ما نخافش بشر، ما هبنا ناس، الوادي نحطه في المداس، بالحب ماشية بالاساس، عايش ترتاح، ما بخافش يا زميلي لو هموت، من قلب اللي رايح بكون، جوايا بموت ما ليا صوت، واخاف من ايه؟ وفي قلب القسم جبت جون، مكتوب حكايتي في سجون، راجل مظبوط معرفش اخوه والخان ارميه، ملقتش اصحاب في شدتي، ده دراعي وقرش عدتي، انا لما جرت صحبتي انا عشت نعيم،
ما بخافش لا دول ودول ودول وخاربها سبيلي عرض طول ومهما اختلفت الحلول ما في اي زعيم الشبل فجر من انت خاف بين جن وانس في اختلاف وهو قتلي ودفني من اللي شاف عايش في جراح الحب بقاله سعر ادوني رايكم في الكومنتات على الرسمه. الصراحه الرسمه عجبتني، الزهره وراها قصقصه حلوه. اكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات على الرسمه، زائد طبعا ابو ايه بنتي طبعا. انا سمعتها في بعض دي معجزه طبعا، معجزه وحاجه حلوه. يا جدعان الادوار بسيطه، يا جدعان 15 مليون فوق بعض باللون ببيض جنبكوا. جيبوا ورق ورق الورق الكعبه، جيبوا الوان ميه زي دي كده لاي مكتبه. والفرشه دي هتدور مع علبه الوان تابل كسر وكده. يا جدعان بيكون خلصت حلقتنا ان شاء الله عن ايه؟ عن الرسمه الجميله اللي انا لعبت فيها. ايه ما خدتش فيها، هي خدت وقت بس هي سهل. بس عموما يا رب يا جدعان الفيديو يعجبكم. بصوا يا جدعان الصوره بتاعت الديسك توب الجديده دي،